علم الحجامة وصية أهل السماء لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم فكل حديث عندنا تقول يا محمد مر أمتك بالحجامة. فالناس فهمة أن الحجامة علم نبوي أو طب نبوي. هو الحجامة أقدم من كده كتير. الحجامة فعليا موجودة من أيام الفراعنة، فعليا كاهن الجمحور كان على الجداريات بتاع المعبد بتاعته في وصايا باستخدام الحجامة واستخدام بعض الأنواع بتاع المسجات العلاجي. فالحجامة علم قديم جدا، اللي زمان اللي اكتشفوا هنا في مصر عامة الفراعنة، في من أيام مثلا في شرق آسيا مكتشف الصين 5000 سنة وأكتر، بيسموه هناك تشافا، وبيدرسوا فيه أكتر من 40 نوع استخدام تحديدا. وفي جامعة بكين بتستخدم بكثرة كبيرة جدا، وفي ورش علاجية كتيرة ليه في مصر وبرا مصر، بس في مصر لسه ما فيش ليها اعتماد رسمي. تمام؟ ليه؟ لأن ما فيش توعية وتثقيف جامد عند بعض الناس، فبيكون النتيجة العامة يسمى انفكشن أو أمراض كتيرة ممكن توصل لبعض الناس لو مش واخدين وسائل الحذر صحيح في التعامل مع الدماء. حتى لو كان هو حجام كويس وبيعمل حجامة كويسة، ما فيش حتى أنه يرمي المخلفات بتاعة الدم دي بطريقة آمنة وصحية، فبالتالي بيكون ممكن يضر غيره تحت أي ظرف. يعني لو ما يضرش حتى الأريا القريبة منه دي، في حد غيره برضه هيضر تحت نفس الظرف. الحجامة في حد ذاتها هي مش حاجة ليها أثار جانبية، مش شيء مضر. حجم يعني امتص، وأغلب الأجهزة الطبية الحديثة فيها حوار الامتصاص ده عامة. تمام؟ سواء الامتصاص صحي الجلد مثلا عند بعض الناس اللي بتعمل بتشيل طبقات عشان تقدر تركب طبقة مكان طبقة في الأمراض الجلدية أو تغيير الكلام ده، فكده كده الطب الحديث فيه حجامة بس مش تحت مسمى الحجامة. الحجامة القديمة اللي هي لسه لحد النهاردة منتشرة تحت يعني تحت اسم الطب النبوي، المفروض إن هي فعليا ليها فوائد كتيرة قوي، وبطريقتها بسيطة وسهلة ما فيهاش مشكلة خالص. بتتقسم لأربع أقسام عندنا، كلهم بيتم امتصاص مجموعة أو امتصاص دم من تحت طبقة الجلد لحد سطح الجلد نفسه، وبعد كده بيحصل تشريط يا إما لا. يعني في دراي كابينج اللي هو مثلا الحجامة الجافة، وفي الحجامة التشريطية، وفي حجامة بمغناطيس، وحجامة بمية وبأعشاب وبتلج، يعني قصص كبيرة جدا. والحجام فعليا بيشرط أول طبقة فقط لا غير، يعني فعليا تحت طائلة القانون لا يعتبر بيه جرح في الأصل، هي فقط لا غير شرطة محجم زي ما قالها رسول الله وصفا يعني.